بالنسبة للعيد انت هتفرغ انت مش كده؟ طيب بالنسبة لاستعداداتنا في العيد بيبقى في عندنا حضرتك استعدادات للطب الوقائي واستعدادات للطب العلاجي. استعدادات الطب الوقائي برضو ما زلنا ان احنا بنكمل استعداداتنا اللي كانت في رمضان. المصريين كلهم بنقولهم كل سنة وانتم طيبين، خصوصا اهالينا في محافظة المنوفية. برضو لسه العيد برضو بتاعنا مرتبط بالاكل والشرب، الناس طبعا بتاكل في حضرتك يمكن الاسماك بتبدا تركز فيها في العيد، حضرتك الكحك بقى والحلويات دي كلها. بنبدا برضو ناخد العينات من دلوقتي من موجوده الدقيق اللي موجود في قلب المخازن، انواع السمنه، كل اللي هي المواد المصنعه للحلويات سواء اذا كانت في مصانع او في محليات الحلوى. بنبدا ان احنا بنشدد عليهم الرقابه، وده طبعا بيكون بتعاوننا مع مباحث التموين، واحنا طبعا بنشكرهم لانهم متعاونين معانا جدا. يعني ده بالنسبه لنا في الطب الوقائي. لكن نتكلم بقى على الطب العلاجي اكتر. بترفع طبعا حاله الطوارئ حضرتك في كل المستشفيات الصحيه، المستشفيات سواء عامه او نوعيه، وفي نفس الوقت بنجهز من دلوقتي نبطشيه اطقم نبطشيه للعيد بتكون على مدار ال 24 ساعة، بحيث من الآن بتبدأ الفرق الطبية والعاملين في المستشفيات بيتفقوا مع بعض كل فيما يخصه في الأوقات العمل اللي ياخدوها على مدار أجازة العيد. بنرفع بقى بالنسبة في العيد بنبدأ إن احنا بنزود أكتر المستشفيات الأدوية والمستلزمات الطبية، الصواناط الأكسجين نطمن إن هي حضرتك تكون تم مليئة، شبكات الغازات علشان العناية المركزة والحضانات تكون بتعمل بكفاءة عالية، نطمن قوي على المولدات الكهربائية وعلى مواتير المية لرفع المية وخزانات المية. حضرتك بطمن على وجود عربيات الإسعاف إنها بتكون كاملة بجميع الأطقم بتاعتها، وده بالتعاون بيننا وبين هيئة الإسعاف، وبصراحة إحنا الحمد لله التعاون بيننا مثمر جدا. بنتأكد مع بنوك الدم إن لازم يكون في عندنا ستوك للدم متوفر سواء في البنك الرئيسي أو في البنوك اللي موجودة في بعض المستشفيات. عندنا كمان بالإضافة في عندنا حاجة اسمها فرق انتشار. فرق انتشار دي بتكون فيها أطباء من الجراحة العامة والعظام والتخدير وبعض التمريض، بتكون جاهزة ومعانا تليفوناتهم لا قدر الله لو أي مشكلة سواء داخل المحافظة أو خارج المحافظة بنتصل بيهم على طول، سهل إن احنا نستعين بيهم من مستشفى إلى مستشفى أخرى. لازم يكون معايا عربيات في الجراج ستاند باي جاهزة معايا على مدار ال 24 ساعة بوجود الأطباء. وجود معانا غرف الطوارئ سواء الموجودة غرفة الطوارئ بتاعت المديرية وغرفة الطوارئ بتاعت الوقائي جاهزة لاستقبال أي بلاغات سواء إذا كانت شكاوي أو سواء إذا كانت أي حاجة تخص المرضى والمواطنين. بالنسبة لغرفة الوقائي الطوارئ هي حضرتك التليفون بتاعها 217-6140. التليفون بتاع غرفة الوقائي للإبلاغ عن أي مشكلة في المية في الشرب في أي مشكلة غذائية أو صحية حضرتك بتكون 217-6082.